ولسه لقاءاتنا مستمره، ودلوقتي طبعا معانا احد نجوم الفريق الصاعدين واللي بيساهم بشكل كبير جدا في فوز الفريق خلال الفترات الماضيه، كابتن عبد الرحمن الحسيني. طبعا بنرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، منورنا ومشرفنا. الف مبروك التاهل للسيمي فاينل. يعني الحمد لله انتوا كنتوا داخلين النهارده بمعنويات مرتفعه، خاصه بعد ما فزتوا في كل الادوار الماضيه. شايف ازاي بقى يعني مباراه النهارده، خاصه ان هي كانت اصعبهم؟ والله هو طبعا البطوله بتصعب كل مره، كل ماتش على اللي قبله، كل ما نصعد للدور، كل ما نتاهل للدور اللي بعده الماتشات بتصعب، ودي حاجه في مصلحتنا عشان عايزين نوصل للفاينل باعلى فورمه ممكنه، اعلى احساس بطوله ممكن نبقى فيه. طبعا ماتش النهارده ما كانش ماتش سهل، كان اصعب من الماتش اللي قبل كده، خصوصا ان هم معاهم تقريبا يعني حد محترف كمان او كده، فهم فرقه كويسه جدا، ومعروف ان فرق بتاعت رواندا فرق بتنافس وفرقه قويه وكده، فالحمد لله قدرنا يعني ان احنا نوقف نقط قوتهم يعني. طيب قول لي بقى، يمكن انتوا ما عندكمش خالص يعني راحه ابدا، مباراه تلو مباراه، ازاي بتتعاملوا مع طبعا الاجهاد البدني والحمل البدني؟ مستر فرناندو اهم التعليمات بيقولها لكم، خاصه ان ما فيش وقت خالص ما بين المباريات. ودي حقيقه فعلا، احنا ما ريحناش خالص يعني بعد بطوله الدوري، احنا دخلنا على طول في معسكر افريقيا، ما خدناش يوم يومين تقريبا، على ما فيش برده طول البطوله احنا ما ريحناش غير يوم واحد، ماتشات كل يوم ماتشات كل يوم، ودي بتبقى صعبه على الفريق كله. فطبعا الجهاز الفني يعني مستر فرناندو بيحاول يخلي يبقى في روتيشن على قد ما يقدر، وخصوصا ان احنا يعني احنا الفرقه كلها فرقه اساسيه، يعني اي حد ينزل مستوى احسن مستوى هنكسب بطوله باي حد اي سته في الملعب. وطبعا بنحاول بقى نظبط مع الجهاز الفني يبقى في ريكفري دايم، يعني ان شاء الله المفروض دلوقتي يعني هنخلص ونطلع الريكفري كلنا برده، فالحمد لله بنحاول نظبطها يعني. بكره مباراه يمكن برضو مش هتكون سهله ابدا، النصر الليبي اكيد خصم صعب، خاصه ان احنا شفنا مباراته النهارده كانت مباراه صعبه وفيها نديه كبيره جدا. شايف ازاي مباراه الغد ان شاء الله؟ والله فرقه النصر الليبي برضو من الفرق اللي هي من اول ما جت البطوله واحنا عارفين ان هي فرقه جايه تنافس، مش فرقه يعني جايه تكمل عدد وكده، فرقه جايه تنافس، وبرضو معروف الفولي الليبي فولي الدوري كويس جدا، وفيها فرق كويسه جدا، فان شاء الله يعني هنعمل محاضرات النهارده وان شاء الله نحاول يعني نظبط الدنيا ان شاء الله. نورتنا وشرفتنا يا كابتن عبد الرحمن، شكرا. شكرا. طبعا ده كان لقائنا مع الحسيني طبعا يا كابتن هيثم، والحقيقه زي ما انت شايف هم عينهم فقط على اللقب وتحقيق البطوله، وان شاء الله زي ما فرحونا النهارده وتاهلوا للسيمي فاينل نفرح برده بكره بعد تاهلهم للفاينل، وبعد كده بقى نحتفل معاك يا كابتن هيثم ومع كل متابعي شاشه قناه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي في كل مكان بحصول النادي الاهلي على لقبه ال16. مريم بشكرك شكرا جزيلا. يعني كان معنا مريم سميح طبعا مراسلتنا العزيزه من صاله الامير عبد الله الفيصل في لقاءات بعد الفوز في دور الثمانيه. الف مبروك التاهل لقبل النهائي، نتمنى بكره ان شاء الله فوز سهل يعني ما يتعبناش بشكل كبير، نستعد للمباراه النهائيه 48 ساعه ان شاء الله، ونحتفل باذنك يا رب بعد فوزين باللقب في النادي الاهلي.